منور عليكم. النهارده حلقه جديده مع برنامجنا صحتك مع دكتوره رانيا السيد. يا رب نفيدكم على قد ما نقدر يعني وتكون الموضوعات اللي بنختارها بتعجبكم وبناء على طلب يعني زي ما بيقولوا طلب الجماهير يعني وطلب الناس. النهارده اخترت الحلقه دي لان طلبت مني كتير اي يعني هي موجوده على الصفحه بتاعتي كذا حلقه نفس يعني نفس نوع المرض بس الناس عماله تطلب مني تاني يا دكتوره تاني عشان الناس ما عندهاش الثقافه والوعي ده وفي بيوت بتتخرب. فاخترنا ان احنا بناء على طلب الناس يعني اخترت الموضوع ده بناء على طلبكم انتوا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم وهو التشنج المهبلي وعلاقته بصعوبه اتمام العلاقه الزوجيه. طبعا المصطلح ده في ناس كتير مش عارفاه وحتى للاسف يعني الناس دي حتى بعض الناس لما بيروح لان هو مصطلح خاص اكتر بالعضلات فحتى يعني اللي عندها تشنج مهبلي وفي صعوبه للعلاقه الزوجيه حتى لما بتروح لدكتور نساء يعني بالتعود بيشوف الجهاز التناسلي بيلاقيها سليمه فحتى معظم الدكاتره مش بيوجهوها للمكان اللي تتعالج فيه فبيفضلوا يعني في المشكله دي فترات طويله. انا شفت ناس وصلوا لحد 9 سنين في مشاكل في ناس لا قدر الله انفصلت بسبب المشكله دي. هنتكلم يعني ايه الاول تشنج مهبلي. التشنج المهبلي ده ونركز في الكلام لان كل حاجه مترتبه على اللي بعدها. التشنج المهبلي ده عباره عن تشنج في عضلات الحوض وعضلات المهبل. يبقى احنا قلنا عضلات الحوض مشدوده وعضلات المهبل مشدوده يعني الطريق الخارجي مقفول والطريق الداخلي مقفول فاستحاله يحصل عمليه علاج في العلاقه الحميميه استحاله. تمام. طيب ده تعريفه. ايه اسبابه؟ اسبابه نوعين. التشنج المهبلي يا اما حاجه اسمها برايمري يعني موجود من الاساس زي هي عضلات الحوض او عضله المهبل البيبوكوكسجياس ماسل دي عضله زي اي عضله في الجسم. صحيت عندك تقلص في عضلات ظهرك دي مش بنكتشفها لان العضله دي ملهاش اي استخدام غير ساعه الجواز فما بتحسش بالمشكله غير لما البنت يعني بتيجي تتجوز تبدا تحس بالمشكله. ده البرايمري اللي هو بدون سبب زي اي عضله في الجسم فيها تشنج او تقلص عضلي. النوع الثاني السبب الثاني اسمه سكندري يعني نتيجه لسبب ما. ممكن الخوف سمعت حاجه خوفتها، ممكن هي خايفه، الخوف من غشاء البقاره وهتوجع، الخوف من الالم، الخوف 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 يعمل لها خوف فتعمل انقباض ارادي بعد كده يتحول لانقباض لا ارادي. ونفهم الناس يعني ايه انقباض ارادي تحول لانقباض لا ارادي. زي واحد عمل عمليه في كوعه تمام عشان تبقى الدنيا سهله. هو يعني من الخوف من الوجع تاني كوعه. يا ابني افرد كوعك علشان كده كوعك هيفضل هيبقى فيه انقباض يقول لك لا انا خايف من الوجع او انا خايفه من الوجع فتيجي بعد العمليه تيجي فعلا تلاقي كوعه تيبس وحصل فيه تشنج. كان الاول هو كان بيعمله ارادي تحول لتشنج لا ارادي. ساعات في ناس بيبقوا مروا بجراحات او حاجات في المكان ده فساعات بيبقى ده يعمل لهم خوف او بيعمل وجع زياده. ايه تأثيره على العلاقة الحميمية؟ انه هيجي الزوج يعمل عملية العلاج هيحس انه في سد حائط مفيش قناة يا دكتورة للمهبل ادخل فيها اصلا زي ما انتوا بتحكوا. الكلام ده مش موجود تمام؟ مفيش قناة للمهبل ادخل فيها، الطريق مقفول تماما سد. كلام الزوج صح. الزوجة يا عيني بتتوجع وبتتألم والجميع حواليها سواء من الأهل من الزوج من الدكاترة اللي بتروح لهم اللي هم ما عندهمش خلفية عن التشنج المهبلي أو إن في حاجة اسمها تشنج مهبلي. أنتِ بتتدلعي، أنتِ منع نفسك، أنتِ مش عارفة إيه، وهي يا عيني البنت فعلا الطريق مقفول، العضلة عاملة تشنج قافلة الطريق مفيش دخول. فكلام الزوج أنا لاقي سد ومش لاقي قناة صح؟ وكلام الزوجة المسكينة برضو اللي بتقوله صح. يا جماعة انا ما بتدلعش، يا جماعة انا بتوجع، كلامها هي كمان صح، هما الاتنين كلامهم مظبوط والمعاناة اللي بيعانوها صحيحة. ايه هي الاعراض اللي بتحسها الزوجة والاعراض اللي بيحسها الزوج؟
الزوجه بتبدا تحس برعشه أو وجع شديد في عضلات الحوض بتاعتها من فوق، طبعا بتخاف مع تكرار العلاقه، بتخاف فبتبدا تعمل انقباض زي ما قلنا، ارادي يتحول انقباض لارادي، فتحس بوجع اكتر كل ما الزوج يجي يعمل محاوله. الزوج هيحس بايه؟ الزوج هيحس انه في سد، وفي بعض الاوقات نتيجه للتوتر ممكن يحصل ضعف للانتصاب. احنا في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن اسباب الضعف الجنسي واسباب ضعف الانتصاب، وقلنا منها التوتر والقلق. فالزوج اللي بتبقى زوجته عندها تشنج مهبلي هو كمان بيعاني من توتر وقلق، فده ممكن يخليه يفقد انتصابه اثناء العلاقه. ايه هي الاخطاء الشائعه؟ انتوا شادين السلك قوي. ايه هي الاخطاء الشائعه في تشخيص وعلاج المرض ده؟ الاخطاء الشائعه طبعا في نتكلم على التشخيص، انه زي ما قلنا انه التشنج المهبلي عباره عن تشنج في العضلات، ما هياش مشكله خالص في الجهاز التناسلي. في بعض الاطباء النساء بيبقى عندهم خلفيه، لانه زي مش تقصيرا من نوعهم، بس مش عندهم خلفيه لان هم دراستهم للجهاز التناسلي، احنا دراستنا للعضلات. ففي ناس عندهم خلفيه، ان هو الناس الابديتد شويه يقول لك اه ده تشنج مهبلي، نروح نعمل علاج للعضلات دي. وفي ناس بيبقى عندهم وفي ناس يقولك لا انت دي بتدلع، لا دي يخلوا الزوج ياخد اجراء عنيف او ياخد موقف منها، وهي بصراحة مش بتدلع ولا حاجة خلاص. فيلفوا بقى اللفه دي فين وفين. يعني انا بشوف ان صعوبه التشخيص ان احنا نروح لفين المكان اللي بيعالجه. الحمد لله احنا المكان يعني الوحيد المتخصص تقريبا في مصر في علاج المشكله دي، او في العالم العربي وفي العالم كمان الاسيوي، لان احنا جات لنا حالات من شرق اسيا كتير. تمام. ايه هو الصعوبه كمان، الاخطاء اللي احنا بنعانيها كمان، مش بس كده، حتى علاج المرض فيه اخطاء. في علاج المرض ليه اخطاء لان هم مش فاهمينه. اول حاجه يعني انا جي يعني اول حاجه انا جالي من ضمن الكابلز على فكره اللي اتعالجوا مني اطباء، ومنهم كان اطباء نساء على فكره، ومنهم اطباء علاج طبيعي يعني، بس مش متخصصين في الجزئيه دي. فجات لي يعني حتى من ضمن الناس اتعالجت عندي كابلز دكاتره في كل التخصصات. الاخطاء الشائعه نقول نحقن بوتوكس. يا جماعه البوتوكس غلط في علاج التشنج المهبلي، اولا لانه علاج مؤقت، ثانيا من 6 لـ 8 شهور ممنوع يحصل حمل علشان ده ماده سامه، فممكن يحصل تشوهات للجنين. ثالثا بقى مشكله التشنج المهبلي، وده الاهم، مش هتتحل، لان انت حقنت عضلات المهبل وما تقدرش تحقن عضلات الحوض بتاعتها، لان لو حقنك عضلات الحوض هتتشلي، فبيسيب لك عضلات الحوض، فغالبا بعد ما بيعملوا الحقن ما بيجيبوش نتيجه، وما بيحصلش علاقة برضو. يعني بيفضل التشنج المهبلي موجود، وبعد ما حقنوا عين البوتوكس وتكلفوا قد كده يقول لهم اصل لا في تشنج جامد فمحتاجين جلسات. طب ما كان من الاول. الحاجة الرابعة، العضلة لما بيحصل فيها ده بتعمل شلل مؤقت، شلل في وقت من الاوقات مع تقدم العمر والحمل والولادة ممكن حاجة يحصل، حاجة اسمها ستريس انكونتيننس، تيجي تكحي تعطسي ينزل نقط بول. طيب ايه تاني؟ يقول لك اعمل موسعات. يا جماعه احنا عايزين نعمل ارتخاء للعضله، العضله فيها تقلص لازم اعملها ارتخاء. الموسع حاجه مش جهاز بيعمل ارتخاء، مش حاجه بترخي العضلات. ده كل اللي بيعمله الموسعات ان هي ممكن بس اذا قدرت الزوجه تكسر حاجز الخوف من دخول حاجه داخل المهبل. ايه هي اهم النصايح؟ معلش، في حاجه تانية في الاخطاء الشائعه عايزه اقولها للناس. حد يقول لك نعمل لك عمليه توسيع، ان المهبل قناه المهبل دي ضيقه، دي ميزه بتزود الانتصاب والمتعه عند الزوج وعند الزوجه في المستقبل، وخصوصا لما يتقدموا في السن. العمليه دي هتفقدك الميزه دي، وبرده المشكله هتفضل موجوده مش هتتعالج، لان المشكله زي ما قلنا في تشنج العضلات وليس في الكونتور واسع ولا ضيق. تمام. بيعملوا العمليه وبرده ييجوا يعملوا الجلسات. ايه اهم النصايح اللي احنا بنديها للزوجه وللزوج؟ النصايح المهمه اللي بنديها للزوج، اولا بحب دايما ادي نصيحه الزوج، اولا مراتك ما بتتدلعش، مش ممتنعه، مراتك عندها مشكله حقيقيه اسمها مكتوبه في الكتب العالميه، مرض اسمه الفاجينازمس او التشنج المهبلي، وما بتتدلعش ومش ممتنعه خالص.
فدورك انك تعمل لها سبورت وتقف جنبها لحد ما تخلص المشكله دي. والمشكله ان شاء الله طالما جينا المكان الصح بتخلص في وقت صغير قوي، 3 ايام وبتخلص، فمش مستاهله الحياه الصعبه اللي انتوا بتعيشوها مع بعض. خلاص. النصيحه الثانيه المهمه اللي بنديها للزوج، طالما عرفنا وتاكدنا انه في تشنج مهبلي، ممنوع ان احنا نحاول نعمل اي علاقه. تمام. ليه ممنوع نحاول نعمل اي علاقه؟ علشان ليه ممنوع نحاول نعمل اي علاقه؟ لانه الزوجه كل ما بتعمل علاقه التشنج المهبلي عمال يزيد، هي بتعمل انقباض ارادي وتحول انقباض لا ارادي. فلو كان التشنج بدأ ب 40 بقى 50 بقى 60 بقى 70 بقى 90 بسبب ان كتر المحاولات بتزود التشنج المهبلي. فونس ما عرفنا وتاكدنا ان في تشنج مهبلي، ما نعملش علاقه عشان كتر ده هيأثر، وهيأثر على الزوج، انت كمان عمال تتوتر وهيحصل لك ضعف في الانتصاب اكتر من مرة، يبقى اثر على الاثنين. تكرار العلاقة بيأثر على الزوجة وبيأثر على الزوج، هي التشنج عندها بيزيد لانها بتعمل انقباض ارادي بيتحول الى ارادي، وهو نتيجة للتوتر والقلق والاحساس بالفشل من عدم اتمام العلاقة الانتصاب بيضعف عنده في بعض الاحيان، والرغبة الجنسية كمان بتضعف. تمام. ايه طيب احنا قلنا النصايح، ايه العلاج؟ هل يا دكتوره رانيا العلاج ده اكيد مضمون؟ وما هي نسب الشفاء منه؟ العلاج ان شاء الله مضمون، لان احنا جايبين جهاز من بره عالي الدقه من الاتحاد الاوروبي مخصوص لعلاج التشنج المهبلي والارتخاء المهبلي، وبيقيس بالارقام. احنا عندنا الاجهزه كانت 3 انواع، بالصوت وبحاجه زي رسم القلب كده، واللي بالارقام والفروق بينها الماديه عاليه جدا جدا، ومع ذلك احنا اخترنا اعلى جهاز اللي هو بيقيس بالارقام عشان نوصل لنتائج مضمونه ونتائج عاليه. فان شاء الله باذن الله نسب الشفاء تكاد تكون 100%، بس احنا بنقول 99%، لان في ناس عندهم النصيحه بقى اللي احنا بنقولها للزوجه، في خلي بالك انه في شعره صغيره ما بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي، انا ممكن اديكي حقنه بس عارفه فيها الدواء، طبيعي ان ما تيجي تاخدي حقنه ثانيه تبقي خايفه لانك جربتي الم الوجع، بس مش معقول عشان الدواء بيوجع شويه او عشان سن الابره هيوجعك ارفض العلاج وارفض حاجه تدخل جوه قناه المهبل وادخل احول نفسي من مرض عضوي، يبقى عندي مرض عضوي ومرض نفسي، ففي الحاله دي ابقى محتاجه اعمل علاج عضوي وعلاج نفسي. وده بصراحه انا ما شفتوش غير في 1% من الحالات، 99% الحمد لله من الحالات شفاء تام. وطبعا بنبقى متاكدين، لان زي ما قلنا الجهاز بيقيس درجه الانقباض ودرجه الارتخاء وبنبقى متاكدين. طيب ايه هي بقى يا دكتوره رانيا طرق العلاج الصح؟ اتكلمنا عن كل الاخطاء واللفه الكبيره اللي بيلفوها الناس. طرق العلاج الصح بنعمل هم 3 زيارات مش اكتر، بنعمل فيهم جلستين في اليوم، جلسة في الأول بنعمل ارتخاء لعضلات المهبل، وبعدين الجلسة التانية ببدأ الأول بعضلات الحوض، لازم أرخي عضلات الحوض، ما ينفعش ندخل المهبل في حالة تشنج مهبلي، وده كل الخطأ يا عيني حتى اللي بيعانوا منه البنات دي في الكشوفات. احنا حتى في الكشف ما بندخلش أي أجهزة، يعني الكشف بدون دخول أي أجهزة بالتقييم بيبقى للعضلات من بره كده من غير ما ندخل أجهزة، لأنها يا عيني بتبقى مش مستحملة وبتبقى متألمة بجد وما بتمثلش ولا بتتدلع، علشان انا باكد على كده عشان يعني البنت دي بتقع لضغط والظلم شديد جدا، وده كله خارج عن ارادتها وغصب عنها. طرق العلاج الصحيحه زي ما قلنا لازم نرخي الحوض عشان نقدر ندخل المهبل، انا نفسي حتى في التقييم وفي الكشف ما بدخلش جهاز، بدخله بعد ما ارخي عضلات الحوض. اول جلسه بيبقى فيه عندنا فيها اكتر من هدف، الهدف الاولاني نطمن ان الجهاز البروب اللي هي دي جلسه المهبل، ان البروب عدى العضله اللي فيها التشنج وكده نبقى نجحنا، وان هي يحصل لها حاجه اسمها سيكولوجيكال اشورنس تطمن انه تطمن في حاجه دخلت جوه وما متش وما حصليش حاجه، فده بيبقى نوع يعني كانه علاج نفسي غير مباشر، المخ بيوصل له، انتوا عارفين الماجستير والدكتورات في الحلقات بتاعتي قلت لكم في المخ والاعصاب، المخ بيوصل له رساله انه في حاجه دخلت جوه انا كويسه وما متش وانا زي الفل اهو، فده بيساعدها. الحاجه الثالثه ان انا اشوف اي رقمين على الجهاز يقولوا لي انه في انقباض وفي انبساط، لانه اكيد انه كان في انقباض على طول وما كانش فيه انبساط لانه ما كانش بيحصل علاقه. تمام. وفي ناس بيحصل ممكن دخول مره او اتنين
يعني وبصعوبة شديدة جدا، والزوجة بتتألم، دي لو واحدة حمولة قوي وبرضو بتحتاج لنفس العلاج، بس بتختلف هنا درجة التشنج. عندنا تشنج متوسط وعندنا خفيف وعندنا شديد، وده بنعرفه بالأرقام اللي بتبان على الجهاز. الجلسة التانية بنعمل فيها نفس الكلام، جلسة على الحوض وجلسة على المهبل. الجلسة التالتة بنوصل فيها الرقم معين اللي هو بنوصل فيها لأعلى درجات الارتخاء للمهبل وللحوض، وكل ده بيبقى ظاهر لنا على الجهاز. وبنعلم الزوج والزوجة الوضع اللي يحصل منه العلاقة، لان الوضع التقليدي ما بينفعش اصلا في التشنج المهبلي. لازم في وضع معين يحصل منه العلاقة بنعلمه لهم، وبنعلمهم ايام التبويض وكيفية حدوث العلاقة في ايام التبويض. مش زي الموبايل ابليكيشن اللي بتنزل، الموضوع مش سهل كده، والا كل الناس كانت حملت بالموبايل ابليكيشن. بنعلمهم الطريقة وكيفية حدوث العلاقة وعدد مرات حدوث العلاقة في فترة التبويض بتحصل ازاي، عشان ان شاء الله نسهل ان يحصل حمل ونعوض الفترة اللي فاتتنا. السؤال اللي فاضل المهم، هل الزوج في حالات التشنج المهبلي بيحتاج لعلاج، وايه هي المشكلة اللي عنده وايه هو العلاج؟ في واقع الامر لقينا انه مع تكرار التجارب والشغل اللي عملناه، لقينا انه في بعض الاحيان ساعات الزوجة بتتعالج والزوج يفضل عنده مشكلة، انه هو نتيجة للتوتر اللي حصله بدأ بيفقد انتصابه كتير اثناء العلاقة. خلينا نشرح الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي، ونقول هنعالج الزوج ده بسرعة ازاي في 3 ايام وتخلص المشكلة. بعض الازواج بيعانوا من ضعف في الانتصاب نتيجة للتوتر اللي حصل، وده شيء طبيعي ومتوقع، مش عيب فيه، لكن هو التوتر اللي حصل بدأ يأثر على الانتصاب بتاعه. اولا الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي، لان هو العلاج متوقف على طريقة الانتصاب الطبيعي. الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي، اول حاجة في مادة اسمها نيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد دي لما بتزيد جوه الغشاء الخلوي بيزيد دخول الكالسيوم قوي جوه الخلية، فبيحصل لها حاجة اسمها هايبر بولاريزيشن، بينتج عنه مادة اسمها كالسيوم تشانل بلوكر. دي بتعمل تمدد في الأوعية الدموية وتدخل دم كتير. ايه اللي احنا بنحقنه، ايه العلاج اللي بنقدمه للزوج؟ بنعمل ايه؟ بنزود احنا قلنا مادة النيتريك اوكسايد، عندنا جهاز جاي من امريكا مخصوص علشان نزود بيه النيتريك اوكسايد. ده هو شغلته يزود النيتريك اوكسايد. بنعمل الجلسة دي، بيعمل جلستين في اليوم 3 ايام، جلسة بالجهاز اللي بيزود النيتريك اوكسايد، فاضل الكالسيوم تشانل بلوكر اللي هتعمل تمدد في الاوعية الدموية. بنحقن ما بنحقنش العضو نفسه، بنحقن المادة دي جوه الجهاز. الجهاز ده اسمه ايونتوفوريزس، الجهاز ده جهاز امريكي، بنحقن جواه الدواء اللي هو عبارة زي ما قلنا على كالسيوم تشانل بلوكر. ده بنحقنه جوه بنحقن المادة دي جوه الجهاز، وبنحط الجهاز بنحط الدواء ده عن طريق الجهاز بندخله للعضو الذكري، وبالتالي بتزيد عنده الدورة الدموية، وبتروح مشكلة ضعف الانتصاب خالص. والموضوع بيحتاج هم 3 ايام برضو وجلستين في اليوم، وخلصت المشكلة بتاعتها وخلصت المشكلة بتاعته في 3 ايام، خلصنا كل المشاكل. ما بيبقاش، وبنقيس على فكرة بعد كده هو كمان الزوج، بنقيس قوة الدورة الدموية عنده بجهاز بيقيس قوة الدورة الدموية، وبنتأكد ان هو تمام، هو كمان بقى تمام وبقى الانتصاب عنده كويس جدا. وان شاء الله بتحصل خلاص العلاقة الزوجية ان شاء الله بإذن الله. اذا بقى ان شاء الله يا رب ما تدخلش في العلاج النفسي، مش هتشغل في 1% من الحالات، لكن 99% يعني فعلا بيوصلوا للعلاج وبتنجح العلاقة. نتمنى حياة سعيدة لكل الناس ولكل المتزوجين، ونتمنى عليكم ربنا يديم عليكم نعمة السعادة، ويا رب أشوفكم في حلقات جديدة كتيرة في برنامج صحتك مع دكتورة رانيا.